أدهم مع السيد الرئيس كان فيه نقاشات حول العلاقات المتميزة اللي كاينة بين المملكة المغربية وبولونيا واللي كتهم الميادين اقتصادية سياحية، وتكلمنا كذلك على المشاكل ديال الساعة ديال اللي هي جيوستراتيجية، والحمد لله آفاق واعدة اللي غادي نشتغلوا فيها في المستقبل، لا في هذه الميادين اللي تكلمنا عليها ولا ميادين أخرى إن شاء الله.